نورد. اوكي، هسه وصلنا الى قلنا هذا التوار يحتوي على كربون راشنج رينج 2 انش كربون راشنج. اذا هذا التوار هو ما متكون من تري، وانما متكون من باكت بيد، هذا يسموه باكت بيد، اللي هي هاي الحشوات مالته، هذا انه حتى يزيد المساحه مالت التلامس بين الكوستيك والاتسيال، كوستيك والاتسيال. هذا الراشنج اللي هو راح يملي هذا التوار بهذا يسموه راشنج رينج، اللي هو راشنج رينج بيد اللي حجمه هو 2 انش. Wash water is contained with net gas on top bed to remove any interred caustic. هذا انه هذا الغاز اللي طالع بالاخير راح ينغسل بالمي، حتى خاف اكو كوستيك متبقي موجود عالق بالغازات ينفصل مره اخرى، ينفصل مره اخرى. التور الثالث، التور الثالث اللي هو قلنا الاخير، هذا التور الثالث والاخير انه يسموه دي ايزوهيكسينايزر، دي ايزوهيكسينايزر، واللي قلنا هو شنو، هو اطول برج تقريبا موجود بالمصفى، اللي هو ارتفاع حوالي 150 الى 160 متر، 160 متر. هو هذا ديزاين تو ريموف مثيل بنتان and normal hexan to enhance, to enhance RON حتى يزيد او يحسن من الاوكتين نمبر. ليش قلنا ذني النورمال هكسان والمثيل بنتان؟ هذني انه الاوكتين مالتهم قليل، الاوكتين مالتهم قليل، فنتخلص منهم حتى ما ياثر على المنتج النهائي. زين، هذه المثيل بنتان والنورمال هكسان منين ينسحبن؟ ينسحبن من بين الصينية 70 و 71، 70 و 71. زين، تور has 80 cold carbon steel valve tray. قلنا هاي الفالف تري يعني متكون من 80 صينية، اللي هو قلنا أكبر تور موجودة به، أو أطول تور موجودة بصوان، يعني أكثر تور موجودة بصوان هو هذا 80 صيني. Overhead and bottom product are combined، راح ينمزجن and send to storage as isomerite، يعني راح يروح للستورج تانك كايزومرايت أو كغازولين أو كيسموه بنزين. زين، Overhead flow much bigger than bottom، يعني اكثر المنتج هو يطلع من فوق، الجو يطلع كلش قليل، بينما الباقي هو كله من فوق. هذا تقريبا هنا هسه كملنا هاي الوحده اللي هي وحده ثالثه، وهي هاي الوحده قلنا بسيطه و يعني ممكن انه تحفظوها وسهله. فهسه اللي عنده سؤال يتفضل. رعد سعيد تفضل. السلام عليكم، شلونكم دكتور؟ وعليكم السلام. العفو دكتور، حكينا على عدد الاوكتان، ايش قد عدد الاوكتان المثالي حاليا واصلين له احنا؟ يا عيني، وين يعني؟ يعني البنزين محسن قلت من 90 فما فوق، يعني اي ايش قد الحاله المثاليه يعني واصلين لها تقريبا احنا هسه؟ احنا مو قلت لك ان احنا هسه هذا المصفى ينتج نوعين من البنزين، اللي هو 90 و95، 90 و95، يعني كاعلى شيء 95. اي طبعا، اعلى شيء ينتج هذا المصفى هو 95. تمام، عاشت ايدك. سؤال ثاني بس بنيت غاز، اكو 10 دبليو تي بالمئة، شنو هو الدبليو تي درازح؟ وين بالنيت غاز، نيت غاز؟ اي بلي يا سلايد، قل لي عليه. نيت غاز بعد فوق. عبرت دكتور، عبرت، ارجع لورا بالاخير، قبل الاخير هي تقريبا. ها
از البرسنتج 10 ويت برسنتج. ها مو قلت لك هاي الكوستيك تركيزها 10%. التركيز هذا غير اي بلي هذا هذه اي تركيزها قلت لك هذا الكوستيك تركيزها 10% تركيز. ها يا عشتيدك بعد رعد نزل ايدك تبعد اذا هذه مهدي السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام دكتور. احنا نلاحظ يعني تقريبا من الوحده الاولى والثانيه وهذه الوحده انه دائما الصوان اللي يستخدموها من نوعها سيف نوع زين هاي اي سيف زين هاي سيف مو تعتبر يعني هي ك يعني صينيه بطيئه يعني بسيطه مو سيف وكيف. مو سيف فالف تراي فالف تراي فالف تراي فالف تراي زين الفالف تراي هم يحدث بها ويبينج. شوف احنا هذه هاي الفالف تراي فالف تراي هاي فالف تراي يحصل بها ويبينج لو بس بالسيف العاديه؟ لا ما يحصل. هي هذه هو اذا دارسين نوعيه الصواني كل منتج الى نوعيه صواني خاصه يعني للمشتقات الخفيفه للخفيفه اللي هي اللايت كومبينت اكثر شيء يستخدمون اللي هو الفالف تراي هذا. وهذا الفالف تراي يكون متحرك الارجل ليش؟ حتى يزيد المساحه السطحيه بين الليكويد والبيبر اللي يصير على الفريز هنا. فكل ما تزيد المساحه كل ما تكون الممانعه اكثر كل ما تكون التلامس اكثر ويصير الفصل كفاءة اكثر. يمكن كفاءة اكثر من السيف طبعا كفاءة تصير اكثر. نعم عندنا احمد العفو حسن. دكتور تمام. علاء السلام عليكم دكتور شلونك؟ وعليكم السلام احمد. العفو استاذ ممكن ترجعنا للمخطط؟ للمخطط اي ايه هذا احسنت. عندك استاذ العفو دكتور بالاستبلايزر اللاين الفوق يروح للسكرابر تاور. هذا السكرابر يروح للسكرابر. نعم للسكرابر تاور. السكرابر تاور يعالج لنا الاتش سي الكلور الموجود. الكلور مين اجانا؟ السي ال اي عافيه سؤال. احنا هذا العنصر ما شفناه. اي عافية خوش سؤال. هذا احنا قلنا بالكتاليست احنا قلنا بيها دالتين، دالة حامضية ودالة اللي هو الميتل. الميتل الموجود هنا بهذا الكتاليست قلنا هو بلاتينيوم، وهنا احنا راح نضيف الدالة الحامضية اللي هي الدالة الحامضية راح نضيفها هو الكلور راح ينضاف هنا، حتى لأنه كل واحد له شغل. الدالة الحامضية لها شغل والميتل له شغل. فالكلور من نضيفه راح يكون ويا الهيدروجين اللي موجود راح يكون HCl. راح يتكون HCl هنا عندنا. العفو لازم يعني هسه السهم وين يدخل؟ يدخل ويا الرياكتر لو يدخل للاستبلايزر مال الكلور؟ سهم الكلور اي ما موجود بالفلودايك. لا اسمعني هسه هذا طلع من هنا الغازات هاي الغازات ايش بيها؟ غازات بيها HCl بيها فيول غاز وبها هيدروجين هذا طبعا هو المخطط. هو جدا مبسط ما بي كل التفاصيل. هذا احسنت دكتور. بس انا قصدي الكلور يدخل للرياكتر. قصدك هنا؟ اي المفروض هنا يتخلى سهم وينكتب سي ال. اي طبعا اعتقد قلت لك هذا مخطط مبسط لعند حتى المبادلات. حتى المبادلات ما كاتبهن لان المبادلات كلش مهمه. فهذا مخطط مبسط جدا مو كل التفاصيل موجوده به. شكرا جزيلا. علاء تفضل. علاء
دكتور فيما يخص الكاتاليست قلت انه بعد 4 سنوات نسوي له ريجنريت. اي يعني ممكن فد آلية مبسطة للريجنريت او فد شيء مختصر عليها اذا ما نخرج عن اطار المحاضرة مالتنا مال اليوم. مو هي هاي تفاصيل ترى، قلت لك ان هي تفاصيل ولا ريجنريتات. الريجنريشن مو سهل، هو قلت لك انه المختصر العام للريجنريشن هو شنو، انه من الكاتاليست يفقد خاصيته للاكتيفيشن، يعني يصير دي اكتيفيشن غير فعال، راح نسوي له ريجنريشن. الريجنريشن شنو؟ الريجنريشن راح نحرق خاف اكو راح طبعا هو شنو شلون راح يصير دي اكتيفيشن، يصير كربون عليه فراح نحرقه، نحرق الكاتاليست. شلون نحرق الكاتاليست؟ نحرقه بالهواء الحار، بالهواء الحار موجود كربون، موجود هواء حار اكسجين يعني بي، راح يحترق وراح شو يسوي، راح يحترق الكربون الموجود على الكاتاليست ويطير، يصير على شكل اش. بعدين نضيف مواد كيميائيه لهذا الكاتاليست حتى يصير دي اكتيفيشن، يصير اكتيفيشن بي. طبعا هي عمليه مطوله بس هذا مختصر. عاشت ايدك دكتور، شكرا جزيلا للتوبه. بعد اذا ماكو سؤال عيني هذا هو محاضرتنا ان شاء الله خلصت. سجاد تفضل. سجاد السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام دكتور. عفوا بس الكوستيك اذا توضيح اكثر علي شنو قضيه شنو الكوستيك؟ اي بلي. سجاد انت شنو اختصاصك عيني؟ عيني كهرباء. كهرباء.